برنامج النية طيبة، والبطل بهلال. بهلال شخص حبوب من أهل قطر الطيبين، وهو اللي بيكون بطلنا في كل حلقة من حلقات برنامج النية طيبة. على بهلال في كل حلقة مواجهة ثلاث تحديات، وإذا الله وفقه وتم التحديات الثلاث بيتم التبرع لأحد الجمعيات الخيرية. شوفوا معانا بهلال إيش بيسوي في حلقة اليوم. تعالوا معنا نشوف تحديات بهلال الأعمال الخيرية اليوم. تحدي بهلال الأول إنه ينجح في إنه يركب ويطير طائرة ورقية بروحه، وتحديه الثاني إنه يطير بطائرة شراعية حقيقية، والتحدي الثالث والأخير والأصعب هو في مغامرته مع الباروغلايدينج. بهلال اليوم كاشت خضار وربيع ومستانس، لكن يا بهلال وين بتروح؟ المهمات وراك وراك. إيه وناسة، لقيت الطيارة الحمد لله، ما أدفع تعويض للركاب. هذا وقته. أنا وين وانت وين؟ الله يستر، خلنا نشوف ايش فيه. بعد مهمة يا ربي هون علي. انا اسوي اعمال خيرية ما في مشكلة، مرة اسوي خير وقطة بحر جو بر، بس هالمرة تدرون شلون؟ يا لبي النية طيبة يا ولد وناسة. يلا اكيد تعرفون وين رايح، على المهمات والتحدي. بتقولوا لي التحدي سهل صعب؟ المهم علشان المؤسسات الخيرية كل شيء يهون، النية طيبة. روح يا بهلال اليوم يومك. الجي بي اس توك تو مي، ها توك تو مي. ايه الجي بي اس؟ تلمي ارجوك قبل فزعة. وين اروح؟ فوق ولا تحت ولا يسار ولا يمين؟ فوق، ها؟ اي بسرعة، اي يمين يسار، اي وين ادخل؟ وين اروح؟ اي افتح، وينكم؟ افتح، وين اروح؟ يا الله ما افتحوا هذول، وين رايح؟ ما في احد، الجي بي اس ما في، انزل؟ تكمي، وين اروح؟ والله يننت الجي بي اس يا ابو هلال، يننت. اطلع فوق، اي وين؟ تلمي ارجوك. حيرتنا معاك يا ابو هلال، عاد اتبع الجي بي اس وخلصنا. ايوه عدل طريقك. الله، ايش هالمكان الحلو؟ وش هو هذه؟ هذا المكان؟ هيا ايوه اي هي. وش هو هذا؟ ها شو اسوي؟ ايوه شو اسوي؟ شوف هيا، ايش كثر الطيارات. يلا تاتا
مستر ماي فريند يس هيلب هيلب واتس ذا بروبلم واتس ذا بروبلم ذس جو جو ناو هذا الورطه اللي تورطت فيها انا دوز ذيس كايت از تو سمول فور يو يو مست نيد ا بيج كايت A very big kite for strong man. You are a strong man. Well, what this? This? Put it away. Ah, this small? Yes. Big? Yes. افرحوا ارقصوا خلا تولي. Okay. Now we are going to do a big kite. Watch. This big. Go. Yes. Tell me. Yes. Numbers 3, 2, 1. 5, 4, 6, 7. No, that's the other one. Ah. Easy. Take it easy, Azizi. Okay. Papa. Okay. This big. No small. No large. No large. No medium. 50 meters. You understand? Okay, I put it up and you make it. Yeah, but you understand, okay. Man. Let's go. Number one. Number two. Yes, of course. Number three. Yes. Of course. Yes. Where this? والله يا أبو هلال لو عليك ما ظنيت إنها بتطير هالطائرة. My friend. Help, my friend. Don't be panic. Sneeze to you. You will be a professional. Take two. Okay. Okay. Wait, my friend. Yes. Oh. وانا اقول ما طوف علي. Let's fly. Hold it. Yes. Look what I do. ركز يا ابو هلال لا تخرب التعب كله. Okay. Wait. Go. Yes. Yes, further. روح يا ابو هلال روح ابعد الناس طيره وطيايرها وانت لحالك في الارض يرها خل تطير اوبن بس كونفلوب ير يا ابو هلال ايوه اوبن كفو عليك يا ابو هلال استانس ابو هلال ها طيارات كبار وصغار وناسه ويمعه بس على بالك خلصت مهماتك اليوم طالع فوق يا ابو هلال دقق يا ابو هلال ايوه مهمتك ياتك طيران ماي فريند كايد فلاي كايد فلاي Kite fly, kite fly. You want to fly the kite? Kite fly. Yeah, kite you can. Ah, fantastic. Yeah. خلا تجي. Okay. Down. متى بنوصل؟ هيا. بول. أيوة. أنا أقول وينك يا جيمي إس؟ اليوم يومك عاد ها؟ شفت؟ حتى بالجو، حتى بالبحر، حتى بالبر وراك جيمي إسي اليوم يومك تلمي أيوة هذا اللي أدور عليها بل دون اذهب إلى شمال 112-37-25-004-30-051-052
قول له قول له انت اللي قاعد تشوفني، قول له قاعد لي بس المسناد وحط لي رجل على رجل وانا ذبحني الحر. تبي ادليك؟ ايه قول لي قول لي. طيب اوكي. هي وين؟ انت كنت في كتارة قبل شوي صح؟ ايه طبعا رحت كتارة، وهذاك الهندي اللي قلت له واحد كرك وواحد صمونة كيمة الهندي، وبعدين ذبحني بول 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 الهندي اللي يننت انت صح؟ اوكي هالمرة عاد اتبع الجي بي اس، بس هالمرة انت اللي بتطير. ما بتطير طيارة، لا انت بتركب في طيارة وبتطير، بس لا تحاتي دام النية طيبة كل شيء هون يا ابو هلال، وهذه مهمتك قدامك يا ابو هلال. هي جي بي سي هذا المكان. هذه الطائرة الصغيرة واللي تعد من أصغر الطائرات في العالم، طائرة المايكرولايت، طائرة خفيفة جداً شراعية وتشيل راكبين فقط، لكن متعة التحليق فيها شيء غير شكل. وش هذه؟ أوه إيه يا عيني، إيه يا لبي أني طيبة أموت يا روحي، روح والقلب دعيلك. هذا تاير هذا؟ إيه يا حليلها. وشو هذا؟ شو هذا راس واحد؟ وشو؟ ها؟ جيتسكي؟ لا انتم ما عندكم سالفة، انا اللي عرفتها. ايه هذه اللي تطلع الجيتسكي بالبحر. لا هذه يمكن برد ابو صاروخ الايس كريم. يا حليلها يا حليل. شو اسوي؟ اركب؟ يا حليلها مع السلامة، عصفور طلق حمامة، يا ناسي حبيتي واحد وتر المحبة صعيبة يا روحي. يا سلام عليك. انت شو اللي جايبك هني؟ عليكم السلام. لا انت من؟ انا وين؟ انت ابو هلال انت؟ ايه جايبك هني؟ يا هلا يا قاعد في طيارتي بعد. هلا سواد الليل صغير السوق بعد تطير فيها بعد مرة واحدة. هلا طال عمرك. هلا طبعاً هذا هو الكابتن أحمد، أحد الطيارين القطريين المحترفين وخاصة في التحليق الشراعي. واليوم ظهر أن الكابتن أحمد بيعطي بهلال بطلنا درس في الطيران. عطني الغترة وعطني العقارة عطني يا ولد وخر. أيوة. وخر عن القدلة. ما شاء الله قدلة. إيه تعرف. أشوف. تفضل طال عمرك. أيوة بهلال. تفضل. أول شيء تعال قعد هني بالريوس. بالريوس؟ ايوه كذا. ايوه حط رجلك هنا. روح يا ابو هلال يا ملك الاجواء، اي واحد في الطريق بتشيله بعد ما شاء الله عليه. انا اقول له اروح احسن. لا صدقني لا ما في اروح. خلاص بعطيك رقمي. لا ما في اروح. قاعد مرتاح انت الحين؟ مرتاح الله يسلمك. قعدتك زينه؟ مرتاح ولا ما همك؟ جاهز؟ ان شاء الله. يلا توكل على الله. والله الطيارة الصغيرة يا ابو هلال تناسبك. اي واحد بالطريق بعد يأشر حرام حيشيله ويانا. ابو هلال شلون الجو عندك فوق؟ لا مستانس ابو هلال، مستانس مبسوط مكيف. باي وداعا يا الأرض. خلاص بنعيش فوق كابتن أحمد. أنجزت المهمة ويا وقت الهبوط.
الحين عاد يا ابو هلال مهمتك الثالثه، يا وقت الباروغلايدينج. طبعا الباروغلايدينج تحليق شراعي ايضا، لكن ما في اي محرك، معتمد 100% على الرياح. اقول كابتن احمد بصراحه انا هالحين توني نازل من هاللي هذا ذبحتني. بعد في شيء على بالك ان اليوم خلص؟ في شغله ثانيه الحين بعد. وشو هذا؟ تعال شوف الحين. اقول وش هالبيت الشعر تعال. المطوي هذا ولا خيمه عمودين؟ لا تقول لي بعد شيل عمودين، وهذا نوع ثاني من الطيران ترى. بيني وبينك متخوف. لا 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 تعال 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 كابتن احمد تعال. ارجوك كابتن احمد شوت. عطني غترتك اول شيء زين. عطني غترتك تكويها انت شو بتسوي؟ عطني اطوي اطوي. شو رايك بالقصه كابتن احمد؟ ما شاء الله خوش قصه. المدرج هذا المدرج يسمونه. لا لا بس كابتن احمد ارجوك ارجوك يا كابتن احمد انت جرب اخر تجربه هذه. اوكي يلا شو اسوي بعد؟ انا اشهد يا كابتن احمد النيه طيبه، النيه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله نيتك طيبه. العمل الخيري نيتك طيبه بتطير انت الحين. انا اسوي خير واقطه بحر دائما، حتى الحين بقطه بالبر بعد. اطوي ثوبك. اطوي ثوبي ابو هلال. كابتن احمد انا ما ادري توبي توني مفصله، طقيت فرع عند الخياط. شو شلون لابسك شو اسمه الهارنس؟ لازم تطوي ثوبك. ايوه انت جاي عشان تجرب. يلا اليوم يومك كله تجارب. بس انا العمل الخيري احبه. يا حليل انا اقول انا ترى يوم كنت صغير كل اطير دائما. انا يسموني طيار. انا كنت طيار قبل. انا كنت كابتن مضروب. واضح واضح انا كابتن مضروب. واضح واضح انك مو خايف ابد. لا 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 ما في خوف. ارجوك تكفى ما ابي اطير، ابي بالارض. لا الطيران اللي بتطير الحين طيران ترى خفيف جدا بدون محرك بدون شيء. انا اخاف احد يدعمني. من يدعمك؟ ما حد يدعمك. لا مأمن. ما في حد. ما في حد يدعمك. تأمين شامل مسوي بيمة. تأمين عليك من اول. في مطر؟ في مطر فوق. مطر في الصيف الله يهديك. طق طق يا مطر على قطر. اذا خلينا نشغل مسجل اغنيه. هي اغنيه تطيرت بتسمع صوت الهواء. وين ايفر؟ وين ايفر؟ خلينا نشغل بالمسجل. سي دي عندك؟ سي دي بهلا حاشيك وايد الله يسلمك. انت خل شغلك اكثر من حاجيك. ما ادري هذا هارنس انا لابسه نفس اللي عندك بس اكبر. اوكي اربطني زين اربطني زين. اربطك عليك ثبتني معاك مو تروح تخليني. ابشر. شنو هذا؟ معقول اطير مثلهم؟ وش هذول؟ طيور واحنا مطير مثلهم؟ الطيور هذا تقول عقاب تقول نسر ولا انت لا تخاف ولا شيء. ارجوك خذ على راسك زين. هذا شوف شو هذا اللي بيمسكك. هذا قوي. هذا معروف عني. معروف انت طيار اطير 40,000,000,000 باوند فاصلة تحت البحر واطلع فوق. رواسي رواد الفضاء كلهم يعرفوني، تلفوناتهم معاي اذا مو مصدقني. معروف انا معروف. ايش فيك انت؟ انا مضلين من جميع دول العالم. قالوا تعال تعال بس انت تطير انا اسوي بس. عباس فرناس ايش يقرب لك؟ هذا عباس من فرناس؟ كان صديق قديم. قول لي من هو؟ تايسون؟ هذا معروف كلهم. زين حبيبي خلني اروح خلني اطلع الطياره او شيء. انا أرجوك. انت خليك لا تحرك خليك مكانك. اوكي لما اطلع المظله هذه. يلا يا ابو هلال جاهز؟ هذا الحبل اطول من طريق سيلين. انا هوت خلني اروح. لا تهون خليك شجاع خبر جديد. اربطني يا ابو هلال الله يعين كابتن احمد عليك بتعذبه شكلك. يلا يا ابو هلال طير. ارجوك يا كابتن احمد وداعا يا الارض وداعا يا الارض. انا رايح شوي وجايك راجع للطعوس. لا حد يتحرك يا رمل. كابتن احمد انا هونت تعود من الشيطان.
وداعاً وداعاً الأرض. وأخيراً يا أبو هلال. أيوة يا أبو هلال، معلي معلي روح. وداعاً وداعاً، أنا جايكم جايكم، لا حد يتحرك من الأرض. شوية شوية رايح للكواكب وراجع. أيوة حبي. هاي يا أبو هلال، إيش نزلك؟ قلت بتروح الكواكب، أشوفك رجعت كوكب الأرض. الله يعيد كابتن أحمد، والله عذبته. كفو عليك يا أبو هلال، وهذه مهمتك الثالثة وأنجزتها. ما حد بالأرض يوصلني، أنا بين السماء والأرض. أتحداكم تجون هني، أتحداكم. واو كابتن أحمد، الحمد لله على السلامة. أقول أوكي، باي باي. أطلعني بسرعة بسرعة. امسك حزام الأمان. والحين بعد يوم مليء بالمغامرات والطيران، وبعد ما خلص بهلال مهماته كلها اليوم، وفلوس الأعمال الخيرية وصلت، باقي الحين نشوف صاحبنا بهلال وشكله بيشرد قبل لا يظلم عليه الوقت. مع السلامة يا أبو هلال، نشوفك إن شاء الله في الحلقة الجاية ومغامراتك للأعمال الخيرية.